فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى والبداية من كرة اليد، حيث يواصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة فريق الأولمبي والمقرر لها السبت في بطولة كأس الاتحاد والتي تقام بدون اللاعبين الدوليين. ويخوض الفريق ميرانه اليوم في إطار الاستعداد للمباراة، حيث يسافر الفريق ظهر الجمعة إلى الإسكندرية لخوض المباراة، ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه عددا من اللاعبين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في الجابون. ينهي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة فريق القناة ضمن الجولة الأولى بالدور قبل النهائي من مسابقة الدوري والمقرر لها غدا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي. وجاء الفريق في المجموعة الثانية من منافسات الدور قبل النهائي بجانب فرق القناة وألعاب دمنهور والطيران، وحرص محمد مصلحي المدير الفني للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال الفترة الماضية، كما كثف من التدريبات الفنية استعدادا للمراحل النهائية من مسابقة الدوري الممتاز. يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الأهلي بقيادة حمدي أصافي المدير الفني للفريق أربع مباريات للبطولة العربية للأندية والتي ستقام الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 22 من ديسمبر الجاري. ويفتتح الأهلي مبارياته في البطولة في 6 مساء الأحد بمواجهة فريق سبورتينج، ويلتقي مع الصفاقسي التونسي وشباب 20 الصحافة السوداني والمجمع البترولي الجزائري أيام 18 21 و22 ديسمبر على التوالي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف كابتن حمدي صافي المدير الفني للطائرة الأهلي. سيدات كابتن حمدي أهلا بك. كابتن حمدي. أيوة معك يا فندم. أهلا بك يا كابتن حمدي. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. كابتن حمدي في البداية احكي لنا عن استعدادات الفريق للبطولة العربية. يبدو ان في خلل في الاتصال بكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول لكرة طايرة سيدات بالنادي الاهلي. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.